صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى الصحابة الغرم اليمين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يسر قلوبنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. آمين آمين يا رب العالمين. تيجينا واحد السؤال، إمتى غادي يبان ويظهر هذا الحق؟ هذا غادي يظهر الحق حيت غادي يتكون لنا واحد الجيل تيرخص على نفسه النفس ديالو، تيرخصها في سبيل الله وسيعطي المال ديالو في سبيل الله سبحانه وتعالى. وحيت تقول لي هذا فرض على الصعيد فرض، يقول لك انا هنا ثم بيتي المال ديالي ها هو ثم بيتي. وحيت تكون عندنا واحد الجماعه تصدق الاعضاء ديالها العزم ديالهم باش يسافروا الله سبحانه وتعالى، شحال ما كان الثمن ديال هذا السفر هذا باش غادي يكون الدور ديال الاسلام عندي كله. وهذيك الساعه غادي يظهر الاسلام وما غاديش يكون البعد ديال الظهر ديالو. نجيو للنقطة أخرى، وحنا باقي تنتكلموا في البذل تربية النفقة في سبيل الله. كيفاش تتعامل الجماعة اللي تتكون منها جند الله مع شي واحد اللي تيجيو عندو جديد؟ وهذيك اللي تنقولوا هذا البلان اللي تيخصو يستعملوا جميع الجماعات على وجه الأرض، لأن ماشي ديال جماعة معينة، هذا البلان هذا تيخص علاش؟ لأنه مهزوز من الكتاب والسنة. تيتبى منهاج مفتاح وكداير منهاج نبوي. لا شك ان هذاك اللي تيجي جديد جاي معاه مخلفات ديال الماضي ديالو، عادات وتقاليدو وشحال من حاجه، وما يمكنش باش نكرو هذا الشيء نقولو لا تيخصو يرجع ويجي ويقاد القتال ولا لا. بعد ما تيتونس في الاول تيتفهم ليه ان العمل الجهادي المنظم راه ما يمكنش ينهض ويقوم الا على الصادقين، وكل صديق راه ما تيتعرف الصدق ديالو الا اذا اعطى البرهان عمليا. جاء في الحديث لو ان ابو مالك الاشعري تيقول في الرسول صلى الله عليه وسلم الطهور شر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملا ما بين السماء والارض والصلاه نور والصبر ضياء والصدقه برهان والقران حجه لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. صدقه برهان. تسمعني انت واش انت داك البنت اللي عطيتي واش فعلا انت صديق ولا لا؟ ثم تطلب ليه باش غادي يساهم النفقات ديالو لهذيك الجامعه اللي هو داخل فيها داك الشيء بانتظار، ماشي واحد النهار يتعطى واحد الشهر ما عطاش، بانتظار لان ما يمكن ليهاش تحرك الا بالمال ديال هذاك وهذاك اللي هو في وسط الجامعه. وتترفع بالنسبه للعطاء ديالو من الدخل ديالو بشويه بشويه. واحد النهار تيعطي واحد النسبه قليله هو غادي هو تيرتفع بحكم ان تيبرهن انا معكم ماشي انا معكم الهضره. ويا كان غني تيطلب منه زياده على المساهمه باش يدفع الاموال ديال الزكاه ديالو لهادو، لانه كان الزكاه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تيجمعوها العاملين عليها وتتكون في بيت مال المسلمين وتتوزع للفقراء. دابا ما بقاش هادشي، هذا بقاش الشعب بيناتو المال غادي تعطي واش هادو الحريفيه اللي عارفين كيفاش يطلبوا وتصيبهم في البيبان ديال الجوع وتقول لك انا عندي سبعه ديال الدراهم وتاخذ الهضره مزيان انت تيحرك فيك الكبده عارف يهضر. وداك الاخر مسكين اللي راه باغي عليه العظم وخصو يدير غير التسفيه ديال الدم ولا يشري الدواء ما عرفش مسكين يهضر ما عطى حد. واش من هذو عطى المسكه ولا تتعطي هذيك الجامعه اللي هي قالت لك انا بغيت باش نرفع الرايه ديال الاسلام ونحقق الاسلام للناس يعيشوه مادام مازال ما جاتش الدوله الاسلاميه. وزيد تطلب ليه باش غادي يبدل من المهمات وغادي يخفض من النفقات ديال العيش ديالو الرفيه تدريجيا ويحول داك الشيء للجماعه. حنا دابا شحال من حاجه ديال الاموال ديالنا غاليه بزاف ضايعين في الديكورات وكذا، تتهز داك الشيء تتقلد وتتعطي باش تعاون. وهكذا كنصح رضي الله عليه، حيت نقولوا هذا الكلام نصوروا قدامنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السيره النبويه، ماشي شي حاجه كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ودابا حنا تنحكيوها وصافي. السيره النبويه شي حاجه اللي كانت ومن بعد ذلك هذوك اللي مسكين على الحيوط يخرج على الحيط باش يحيدوا النعاس الله يكون في عوان مسكين راه تكاكا وجا الكلام مع ديالي هذا الشيء جا النعاس هو هذاك الله يرحم الوالدين خرجوا على الحيط الله يرحم الوالدين باش ننتبهوا معنا مزيان لان هذا الشيء راه هو ديالنا. يلا سيدي راه باقي شي وحدين مازال باقيين مسكين هما اللي كانوا مسكين هكا جمع راسكم الله يرحم الوالدين معاكم.
فلهذا لا تشوف المسألة هي بعد سيرة نبوية سولد أوت، هي سولد أوت، تمشي تشري شي تريك ولا شي حاجة، شحال من راس واش إكس ولا إل ولا إكس إل ولا إكس إكس إل ولا شنو، تقول لك هذه سولد أوت، يلبسها الأبيض ويلبسها الرقيق ويلبسها الطويل ويلبسها القصير، صالحة لكل شيء، هكا السيرة النبوية صالحة لكل زمان ومكان، غير تشوف أنت كيفاش غادي تفهم هذا الشيء هذا. فحتى تشوف سيدنا أبو بكر الصديق جاب المال ديالو كله عند رسول الله، قال لي يا رسول الله هانا. وسيدنا عمر بن الخطاب قال هذه ما غاديش تسقلي فيها سيدنا أبو بكر الصديق، خويا أنا غادي نجيب نص المال ديالي. حجاج وزر صار سيدنا أبو بكر الصديق عطى المال ديالو كله. قال لي يا رسول الله اش خليتي لوالدك؟ قال لي خليتيهم بالله والرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اليقين. فحنايا شنو؟ غادي نبقاو نقصوا شويه من المعيشه ديالنا. باش غادي نصوبوا هذا تنجيو للسؤال في هذا الاطار هذا شنو المصدر ديال هذه الجماعات الاسلاميه المجاهده اللي بغات تحقق هذا الشيء هذا يعيش المسلم في الاسلام ديالو ويترقى للاسلام الايمان الاحسان ويتخطط باش تكون الدوله الاسلاميه اشنو المريد ديالها تنعرفوا في القوانين كلها وتعتبر من الانسان بوجادي والجماعه بوجاديه الى دخل شدات ب20 دوله هذه كتمول الدوله الفلانيه لابد من القضاء عليها هذا خطر وهذا تعتبر من تدماغيت ديال ديك الجماعه باش تمشي تهبط شي علاقه مع شي دوله كيما كانت منين غادي تجيب الفلوس من الافراد اللي كاينين داخل تما هي وهنايا ما عندش شي نظام ولا شي قانون اللي غادي يمنع لانه هذوك بيناتهم وما تيتعاونوا فلهذا الجماعة المجاهدة ما تتعتمدش في النفقة ديالها إلا على المساهمات ديال الأعضاء ديالها ثم على التبرعات ديال الشعب تقول لا معاك أنا تنعاون هذه تتسمى النصرة اللي تكلمنا عليها أنا تنصرك أنا بالمال ديالي على ما يجيب الله عز وجل باش ننتقل من النصرة للهجرة ونجي أنا راسي وما كانت الجماعة أموال يمكن لها تأسس بها أصول تجارية صناعية فلاحية وغيرها باش تستقل هي ماديا وتمني بهذا الشيء يمكن لها تقوم بالاعمال اللي بها غادي تحبب الشعب الدين الاسلامي وغادي يجيو يعيشوا في البلد ديالو في الامن والامان والله سبحانه وتعالى يفتح لنا في الخير ويلم الرشد والسلامة في القول والعمل وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والله عز وجل هذا 10 ايام اللي داز باش يجعلها في الميزان ديالنا ويجعلنا من الناس المخلصين المخلصين والله عز وجل هذا الكلام هذا اللي قلنا وحنايا تنخرجوا من القلوب ديالنا يكون حافز لنا باش كل واحد يحمل الهم ديال هذه الامه كيفاش غادي يتم الاصلاح ديالها كيفاش غادي نردوها للطريق ديال الله كيفاش غادي تكون تايبه لله عز وجل كيفاش غادي يرضى عليها الله سبحانه وتعالى اطلبوا الله عز وجل هذا الشباب الضائع اللي خارج دابا والشابات اطلبوا الله عز وجل هذه العيالات الخارجين والرجال اللي هما ضايعين اطلبوا الله يرد بهم رضا جميلا اللهم اهديهم الى طريقك المستقيم اللهم ارهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وارهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا رب اجعل هذه الساعه ساعه اجابه واجعلها ساعه ابابه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله